بينضم لنا المهندس محمد البيك رئيس مدينة العريش. برحب بحضرتك معنا يا فندم، أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم، وتعازينا للشعب المصري كله في شهدائنا. أهلا وسهلا. أكيد يا فندم، بالتأكيد، أهلا وسهلا بحضرتك. نطمن على الوضع في العريش حاليا، وسواء فيما يتعلق بحالة الطوارئ وتطبيقها ومدى التزام الناس، وبالنسبة كمان للعمليات الميدانية اللي بتتم على الأرض، ومعلومات حضرتك يعني برضو الناس شايفها إزاي؟ هو الحقيقه احنا يمكن بنطمن الشعب المصري ان اهلنا في شمال سيناء ومدينه العريش الشيخ زويد رفح متعودين ان هم يعيشوا في تحت ضغط. هي الامور ماشيه بشكل طيب جدا اثناء الحظر في التزام، وفي الساعات اللي مسموح بيها في تجوال عادي، في تسوق، في خدمات، في مرافق، في كهرباء، في سلع تموينيه، الامور بتسير يعني الحياه المعيشيه ما تاثرتش كتير يعني يا فندم؟ لا لا لم تتاثر، واي حد هيجي يشرفنا مش هيحس ابدا في الساعات اللي ما فيهاش حظر انه في حظر ابدا. الحياه عاديه جدا والامور تسير بشكل طيب ان شاء الله. طيب بالنسبه يعني يهمني اعرف ردود الافعال حوالين اللي بيثار دلوقتي على المستوى الاعلامي او كتير من الخبراء اللي بيطالبوا وبيتكلموا على وجود موضوع الشريط الحدودي، وان تكون دي منطقه يعني عازله او فاصله، ويكون في يعني تحريك للاهالي الموجودين هناك في العمق. يعني مدى تقبل الناس للفكره، يعني شايفين الكلام ده ازاي يا فندم برضه؟ لا هو انا بس يمكن بنبه انه يعني نراعي تماما شعور شعبنا واهلنا في سيناء، انه لما يتناولوا قضايا اهلنا يراعوا شويه ان الناس هنا عندها حساسيه كبيره جدا لهذا الموضوع. طبعا ده موضوع امني، اللي هيقروا الامن احنا مسلمين بيه، الاهالي متقبلين اي وضع هيفرضوا الصالح العام. لكن انا عايز لما بعض الزملاء الاعلاميين يتناولوا مواضيع سيناء يرى أن هناك حساسية، والحقيقة بعض الناس لا تتقبل بعض الآراء، ده رأيي الشخصي يعني، وده اللي موجود دلوقتي على الساحة، إن في ناس كتير بترفض بعض النقاشات اللي تمس أهل سيناء وقد تفهم بشكل خاطئ، أرجو مراعاة ذلك جيدا يعني. لا بالتقدير، بالتأكيد كل التقدير لأهالي سيناء اللي دلوقتي هم في موقف لا يحسدوا عليه يعني. وبعدين كتير من شيوخ القبائل تعرضوا للقتل نتيجة لتعاونهم مع القوات المسلحة، يعني واحد ما يقدرش يتكلم، دول ظهير شعبي لجيشنا يا باشمهندس يعني في حربهم ضد الإرهاب. حقيقة دي هذا الكلام فعلا جيد جدا، وأنا بشكر حضرتك. العفو على إيه؟ لا إزاي؟ وطبعا إحنا أهلنا في سيناء ما زالوا صامدين وسيظلوا صامدين، وهم درع واقي لمصر كلها طبعا، وإحنا تحت أمر مصر كلها. ربنا يقوينا يا فندم، شكرا جزيلا المهندس محمد البيك رئيس مدينة العريش على وجود حضرتك معنا.